كيفاش كيتم حساب فاتورة الماء والكهرباء؟ إذا حساب فاتورة الماء والكهرباء هو كيرتكز على جوج ديال الحوايج. أول حاجة احتراما وكيحترم نظام التعريفة المطبقة في كازا في مدينة الدار البيضاء والمحمدية، اللي هو نظام تم النشر ديالو في لي ديسبو في لي سيركولير في المرسوم الوزاري سويتو كونترا بروغرام ايتا اوني من 2014، وآخر تغيير فيه كان في جونفي 2017، واللي ما تزاد فيه ما تبدلت فيه حتى شي حاجه ليومنا هذا. ثاني حاجه كيرتكز عليها ثاني عنصر هو استهلاك الشهري ديال الزبناء، وهذا الاستهلاك كيتم استخراج ديالو من نظام قراءه العدادات والفوتره اللي هو دايرينو اليوم حنايا في ليداك، وكيف اللي شرحنا لكم هو نظام دوري كيتم قراءه جميع العدادات اللي عندنا اليوم كل شهر، نظام دوري واللي كيحاول يكون منظم كيف قلنا تقريبا بطريقة منظمة في كل سيكتور جيوغرافيك، كيتم القراءة ديالو تقريبا في نفس لادات كل شهر. الاندكس ملي كيتقرا تيخضع لمجموعة من التحاليل في نظام معلوماتي ومن طرف متخصصين في هذا المجال قبل ما كتم حساب الفاتورة. وفي حالة ما كان ارتفاع غير اعتيادي ديال الاستهلاك ديال الزبلاء ديالنا، رحنا كنعلموهم اليوم باغ اس ام اس تنصيفطوه ليهم، كيخصنا غير تكون عندنا المعلومات مخصصه بالهاتف المحمول ديال لي كليون ديالنا. كل زبون عنده الحق انه يجي يطلب توضيحات بالنسبه للفاتوره ديالو، يشكي بالنسبه للفاتوره ديالو، حنايا تنعطيو الاجوبه اللي خصنا نعطيوها والشروحات اللي واجب علينا نعطيوها للكليون، وكنديروا لي فيريفيكاسيون نيسيسير اي وكا كتكون اون انومالي اون بروسيد لي فيريفي لي كوريكسيون حتى هما اللي خصهم يداروا.